السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على الشغل المبذول من عزم الدوران. مدونة تلفزيون الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية فتش في المدونة باسم الوحدة وليس برقم الوحدة. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. مذاكرة الفيزياء تراكمية أي كل درس بيومه. التكرار في المذاكرة يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. هاي المسألة باللغة الإنجليزية. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. حدافة المحرك البخاري القديم، فجبت لك محرك بخاري قديم، عبارة عن قرص فلزي متجانس وصلب كتلته 120 كيلوغرام. هذا هو القرص أو هذا، لذلك أنا هون رسمت دائرة. ونصف قطره 80 سنتيمتر، ويدير المحرك العجلي، هذا المحرك وهذا المحرك، يعني هاي وهي المحرك، ويدير المحرك العجلي بسرعة زاوية مقدارها 500 RPM. لازم تكون عارف شو هي RPM، اللي هي ريف لكل منت. في حالة الطوارئ تفصل الحدافة من المحرك، يعني القرص، لإيقافه، وتستخدم الحدافة عبارة قرص فلزي متجانس وصلب قلك لإيقافه، وتستخدم وسادة المكبح في الحافة، في حافة القرص، لتوفير قوة داخلية قطرية مقدارها 100 نيوتن. يعني القوة هتكون في اتجاه القطر بهذا الشكل. إذا كان معامل الاحتكاك الحركي بين الوسادة والحدافة هو 2/10 المطلوب A، فما عدد لفات الحدافة قبل توقفها؟ إذا توقفت الحدافة معناتها سرعة الزاوية النهائية صفر، بدك عدد اللفات. قبل ما نبدأ بعدد اللفات تعال نشوف الرسم. أنا ليش رسمت بهذا الشكل؟ هاي القرص، هاي مركز الدوران، هاي القوة المطبقة لعملية الإيقاف. هذه القوة ستجعل قوة احتكاك تظهر بشكل عمودي على هذه القوة ولها نفس المقدار، منشان تبطئ دوران القرص. قوة الاحتكاك تبطل دوران القرص. نستخدم عزم عزم دوران قوة الاحتكاك لإيجاد السرعة العجلي الزاوية. إذن فهمنا للفكرة هو اللي خلاني أرسم بهذا الشكل. هلأ بنجي أول خطوة بتقوم فيها تحويل السرعة الزاوية الابتدائية من ريب لكل منت، ريب لكل منت هي RPM، إلى راديان لكل ثانية. الريب تعادل 2 باي راديان، المينت تعادل 60 ثانية. الخطوة البعدها بدك مع عدد لفات الحدافة. احنا اتفقنا انه نقدر نحسب عدد اللفات او عدد الدورات اذا حسبنا الازاحة الزاوية، ويكون قياسها ريف مش راديان. لذلك نحسب الازاحة الزاوية الأول، بنحسبها بالراديان، بعدين بنحولها للريب، بتكون حققنا عدد لفات القرص اللي سمى لك هو الحدافة قبل ما يتوقف. إذن الإزاحة الزاوية وتساوي سالب أوميجا صفر تربيع على 2 ألفا. العجلة الزاوية مش موجودة عندك، لكن نقدر نحسبها من عزم الدوران اللي بيقوم فيه قوة الاحتكاك. R هو ذراع قوة الاحتكاك اللي هو نصف قطر القرص. إذن من عزم الدوران اللي بتقوم فيه قوة الاحتكاك منطالع العجلة الزاوية. منرتب المعادلة للأخير حتى نوصل لهذا الشكل، ومنعود ومنحسب. لا منعود بهذه المعادلة، لكن قبل التعويض ألفا اللي هي العجلة الزاوية حطيت لها سالب. ليش؟
لأنه السرعة الزاوية كانت في تناقص، إذا الحركة تباطؤ، وفي حركة التباطؤ بتكون العجلة الزاوية سالبة. منعوض بالمعادلة هذه ومنحسب بيطلع عنا الإزاحة الزاوية بالراديان، لكن مش هو المطلوب. بدي أقول لك عدد اللفات، منحول الإزاحة الزاوية من راديان إلى ريف بضرب القيمة هذه بكسر التحويل اللي هو عبارة عن ريف تقسيم 2 باي راديان، مشان الراديان تروح مع الراديان يضل الجواب بالريف. منكون حققنا الطلب A. نجي للطلب B، ما الزمن الذي تستغرقه الحدافة يعني القرص حتى تتوقف؟ عندك السرعة الابتدائية وعندك السرعة النهائية وعندك العجلة الزاوية. إذا من معادلات الحركة الدورانية المنتظمة نستخدم هذه المعادلة. السرعة النهائية عندك اللي هي صفر، السرعة الابتدائية عندك، العجلة الزاوية أنت حسبتها. بنرتبها حتى نطالع ما نحتاج إليه اللي هو الزمن. الزمن بيساوي لسالب أوميجا صفر على ألفا، منعوض وبنحسبه. بنكون خلصنا الطلب ب. بسلاسة لازم تمسك ورقة وقلم، لا تقول لحالك فهمت، حل. هلا الطلب سي، احسب الشغل الذي يبذله عزم الدوران اثناء هذا الوقت. شغل عزم الدوران يساوي التغير في الطاقة الحركية. ليش استخدمت هالمعادلة ما استخدمت معادلات اخرى؟ لان عندك السرعة الابتدائية الزاوية وعندك السرعة الزاوية النهائية. اذا عندك الطاقة الحركية الدورانية الابتدائية والنهائية. إذن شغل عزم الدوران يساوي التغير في الطاقة الحركية الدورانية، ويساوي الطاقة الحركية الدورانية النهائية ناقص الطاقة الحركية الدورانية الابتدائية. النهائية صفر لأنه قال لك توقف، القرص توقف. طاقة الحركة الدورانية الابتدائية عبارة عن نصف عزم القصور الذاتي في مربع السرعة الزاوية الابتدائية. نعوض ومنحسب بيطلع عنا الشغل. لاحظ الشغل سالب، لأن عم يبذل في إيقاف العجل. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء بستر الآخرة.